برافو عليكم. في فقرات الحقيقة بتبقى بناء على طلب الناس وبيطلبوها بإلحاح، والناس ما تعرفش ان ضيوف اللي هم بيطلبوهم مرات مثلا بتبقى ظروفهم مش مناسبة، بيبقى عندهم حياة خاصة. لكن ضيفتي الحقيقة اللي مشرفاني دلوقتي واللي بقول لها انت الناس بتحبك قوي، واللي في الفقرة بتاعتها التليفونات بتهنج من كتر ما الناس عايزة تكلمها، فانا لما قلت لها الناس عايزاكي بإلحاح، وهي ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه، كانت تعبانه شويه كده، كان في شويه عكوسات عندها. احنا الاثنين احنا الاثنين رشا مراد بقى خلاص. الحمد لله على سلامتك يا رشا. الحمد لله على السلامه يا نشوى. يا جماعه احنا الاثنين كان عندنا وعكه صحيه تقريبا في نفس التوقيت، برج الحوت وبرج العذراء. كنا احنا تعبانين وعمليات بس انا عايزه اقول لك على حاجه، هتصدقي ان انا افتكرتك يعني لما قلت لي حراسي، يعني كان نفسي انها تكون حاجه حلوه بس الحمد لله. انت ما كذبتيش يعني، قلت لك اي وعكه صحيه ما تهمليهاش، فاكره؟ ايوه انت قلتي بالظبط خلي بالك من صحتك، فما خليتش انا بقالي، فالحمد لله والشكر لله. لا اتعلمت درس انا وانت اكيد، ان الصحه تاج على رؤوس. انا كنت بقول كده لعيلتي لاولادي، الصحه دي واحد صحيح، انت لو فقدتها كل حاجة في الحياة ما لهاش أي طعم ولا ليها لازمة. بس صغيرة يعني يعني لسه بدري يعني. الحمد لله طبعا يعني العيام بفرح. الحمد لله والشكر لله، وربنا يا رب يخليكي لولادك ولحبايبك كلهم ولجمهورك الكبير. الأرقام هي اتحطت وأنا واثقة إن إحنا مش هنلحق نتكلم. أيوه من كنت بس عايزين نلحق نتكلم. إحنا داخلين على شهر نوفمبر. نوفمبر كل سنة وكل الناس طيبين. إيه بقى نوفمبر عامل إيه مع الناس بقى ومع الأبراج؟ لا هو نوفمبر هيبقى حلو احسن بكتير من اكتوبر لابراج، وفي حاجه حلوه ان في كواكب كتير بتدعم كل الابراج، يعني مش مثلا يعني خلينا نقول الشمس موجوده في العقرب فهتدعم الابراج المائيه. فاخيرا اخيرا بعد شهر اكتوبر صعب وكان كبيس على الابراج المائيه، العقرب هيشم نفسه جدا، يعني ملوك الحظ لشهر نوفمبر بالترتيب كده، واحد برج العقرب. برج العقرب كان بيدعك كده شهر نوفمبر وشهر من شهر اغسطس، وبرج العقرب تعبان، فالعقرب هيبدا يشم نفسه، هيبقى عنده حظوظ حلوه من اول الشهر لحد يوم، او مش من اول الشهر اوريدي، من يوم 23 اكتوبر لحد يوم 22 نوفمبر. بعد كده من يوم 22 نوفمبر الشمس هتتنقل لبرج القوس. الحوت او النمر والنمر يعني لا يعني احنا مش عايزين حاجه بس غير بس ان يعني زحل يبعد عننا شويه. لا الحوت شمس العقرب بتدعمك كمان. من يوم 11 فينوس ده كوكب الحظوظ السعيده الصغرى داخل كمان على برج الجدي، فده موقع داعم جدا لبرج الحوت والعقرب والعذراء والجدي والتور. كمان شايفه ان يعني السرطان برضو الشهر اللي فات كان كبير. استني بقى ما تكمليش، ده احنا التليفونات ابتدت يعني حبايبي طبعا اهلا وسهلا بيكم معانا. منار منين؟ من كفر الدوار. يا منار ازيك؟ الو الو ايوه من منار من كفر الدوار. يا اهلا وسهلا. وطي بقى التلفزيون يا منار، واي حد هيكلمنا والنبي يوطي التلفزيون ويكلمنا من التليفون. معاكي الاستاذه رشا. شوفي انت عايزه ايه بقى. ازيك يا منار؟ عامله ايه؟ الحمد لله. قولي عايزه تسالي على ايه؟ انا عايزه، انا مواليد شهر 11 30 11. انت 30 11، انت كده برج القوس. فعايزه بس اعرف يعني البرج دوت ليه تاثير سلبي في حياتي، عشان انا معايا الفتره دي مشاكل جامده في الجواز وكده، ولا ايه؟ مشاكل شخصيه ولا مشاكل ماديه؟ انا مشاكل شخصيه جامده. اوكي طيب. اوكي يا منار، اول حاجه انت برج القوس. هو برج القوس يعني من اول شهر 11 الدنيا هتبقى عندك مظبوط، هتبدا تبقى كويسه جدا جدا، وخاصه كمان من يوم 22 11 هتحسي كده ان الدنيا بدات تفتح معاكي. بس احذري فعلا من العصبيه شويه، لان المريخ في السرطان ضغط على القوس شويه بيخليه عصبي انفعالي، يعني بلاش تنفعلي بسرعه، عدي العشرة كده قبل ما تتعصبي على اي حد. خلي بالك برضو على صحتك، بس شهر طبعا ديسمبر هتلاقي كده يعني كان طاقه القدر اتفتحت لك كده، وعندك بالعكس عندك مصالحات لو في عندك مشاكل في شهر من اول. انا شايفه كمان ان انت لحد يوم 11 الدنيا هتبدا تدريجيا كده تظبط معاكي، من اول 22 نوفمبر، يعني هتلاقي كده انفرادات. واهم جمله قلتيها في مصالحات. أيوة ان شاء الله خير وان شاء الله كل الناس تبقى كويس. طب معانا ام احمد من هنا.
يا ستي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه نشوى؟ الله يسعد قلبك يا حبيبتي، اتفضلي. انا بحبك خالص والله. الله يكرم اصلك. ومن زمان كنت عاوزه اتواصل معاكي مش عارفه. تشرفي وتنوري. ومعانا كمان الاستاذه رشا اهي، اللي انت عايزه تساليه اسالي بقى. يا رب يا استاذه نشوى، ربنا يخليكي. الله يسعدك يا اختي، اتفضلي. الله يخليك. انا 11/4 تمام 1981. وايه يا حبيبتي؟ 1981 11/4 برج الحمل 81. تمام. لا بصي، برج الحمل انت يعني البرج بتاعك ان شاء الله هو اكتر برج محظوظ لاخر السنه بقى، يعني يا رب. عنده شهر نوفمبر شهر عنده فرص ماليه حلوه جدا، في فلوس جايه لك او في حاجات كانت متاخره بتدفعي فلوس عليكي، فهيبقى عندك حتى لو عندك قضيه او ورق هتخلصيه. شهر بقى يعني بعد كده الشمس داخله عندك في بيت الحظ من يوم 22 نوفمبر، يعني شهر ديسمبر ده عندك حظوظ، شغلي على اي حاجه انت عايزاها، يعني اي موضوع عايزاه يكمل تبتدي تشتغلي عليه من يوم 22، هتلاقي فيه فرق كده والدنيا ماشيه معاكي كويس جدا. يا ام احمد ربنا يفرجها عليكي، برج الحمل كلهم ربنا هيسعدهم ان شاء الله. معانا ملك. الو. اهلا اهلا، ازيك يا ملوكه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ انت عامله ايه؟ جميله، صوتك صغنطوط خالص، عندك كام سنه؟ انا عندي دخل على 15. اسم الله عليكي، اسم الله على الحلوين. اتفضلي، معاكي الاستاذه رشا. انا 18/5 وايضا توقعات برجي. 18/5. ايوه. انت برج الثور يا ملك. أيوة. عايزه تعرف التوقعات بالنسبه لبرجها ايه الفتره الجايه. بصي يا ملك، انت السنه دي حلوه جدا والسنه الجايه حلوه جدا وعندك نجاحات، يعني لو انت في الدراسه هتجيبي درجات عاليه، بس تذاكري شويه، وكمان شهر ديسمبر ده هيحصل لك حاجه هتفرحك قوي، خبر هيفرحك، في عندك مثلا حاجه كنت مستنياها وتدعي ربنا عليها هتتحقق ان شاء الله باذن الله. يا رب يا ملوكه يا جميله، بس نذاكر يا ملك. ايوه صح، نذاكر يا ملك، اهم حاجه المذاكره، ربنا يسعدك. خلينا نقول تاني ملوك الحظ. بصي، عقرب، هقول بسرعه، عقرب، سرطان، حوت، معاهم عذراء وجدي. كمان البرج اللي عندهم حظوظ ماليه وعندهم فرص ماليه حلوه جدا، لان بالنسبه لهم برج العقرب بيت المال، برج الميزان وبرج الحمل، في فلوس حلوه جايه لكم ان شاء الله. يا رب يكرم باذن الله. طب معانا ام حبيبه من اسكندريه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي يا ست الكل؟ يا رب يسعد قلبك، ايه الصوت الحلو ده؟ والله انا بحب حضرتك جدا. الله يكرمك. الله يكرمك يا ام حبيبه، ربنا يسعدك يا حبيبتي، وانا بحبك. جميله والله، انت جميله. الله يرضيك. الله يرضيك يا حبيبتي ويرضى عنك يا رب. معاكي الاستاذه رشا بقى، اسالي اي سؤال، فرصه اهو. ازي حضرتك يا استاذه رشا؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. الله يبارك في عمرك يا حبيبتي، يا رب. ربنا يبارك فيك. بصي، 17/10 وانا بنتي 19/12. 17/10 ده برج الميزان. وكام 11 وكام 12؟ 18. 19/12. اوكي، انت برج الميزان وبنتك برج القوس، الحمد لله بتتفقوا مع بعض، المفروض كده يعني في كيمستري ما بينكم. لا، برج الميزان الشهر ده بقى جاي له فلوس حلوه ان شاء الله باذن الله، او عنده مثلا دين بيسده، يا رب. في انفراجات ماليه او قضائيه، لو في برج الميزان عنده قضيه، يعني برج الميزان برده من الابراج اللي حظها حلو لحد نهايه السنه، يعني هو بالنسبه له نوفمبر حلو جدا، والسنه الجايه كمان برج الميزان، يعني 2025 الميزان من اكتر الابراج المحظوظه نص السنه الاولاني، يعني عندهم سفر وشهره وانتشار وعندهم حظوظ حلوه جدا. برج القوس بس يخلي باله من العصبيه والتهور والاندفاع، وان هو ياخد قرارات متسرعه هو مش دارسها كويس. تمام. وبعدين يا نشوى، في حاجه بقى عايزه اقولها، ان في طاقه، في بوابه طاقيه يوم 11/11. 11/11. انا عايزه الناس اليوم يعني من هنا لحد يوم 11/11 يعني يبعدوا عن اي طاقه سلبيه، واليوم ده نقعد ندعي ربنا كتير، نقرا سوره الفاتحه باعداد فرديه لحد ما نقدر، لان دايما طاقه 11/11 التوحيد من الواحد واحد بالزبط. واحد طاقه ذبذبات بتاعتها عاليه قوي، الطاقه الكونيه، فاليوم ده يوم مميز ندعي ربنا كتير، يعني نتصدق في الفتره دي كويس، نصل رحمنا، نبعد عن الغيبه والنميمه، ننظف الداخليات بتاعتنا من اي طاقه سلبيه او اي مخاوف، عشان تبقى بدايه جديده، لان اليوم ده لو احنا اشتغلنا عليه كويس ربنا يبشرك بدايه جديده او بدايه خير جديد يا رب. طب معانا بقى الرجاله بقى، عشان الرجاله ما يزعلوش مننا، معانا مصطفى. يا مصطفى من المنيا، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. والله عشت الاسامي يا استاذ مصطفى، انا بعز الاسم ده عشان على اسم ابويا الله يرحمه، عشت الاسامي. شكرا لحضرتك. معاك الاستاذه رشا. الله يخليك، ربنا يخليك يا رب، ربنا يعزك. الله يكرمك. اتفضل يا استاذ مصطفى، قولي لو عايز تسال على حاجه. حضرتك مواليد 10/10/1991.
10 1 جدي. في حاجة معينة حضرتك عايز تسأل عليها؟ فالحالة المادية يعني تعبانة معايا والدنيا مخبطة معايا. ربنا يا رب يفرجها عليك وتبقى دنيا بيضة كده إن شاء الله، اتفضل. طب أنا ممكن أقول حاجة بس بغض النظر عن أبراج، يا جماعة أي حد عنده مشاكل مادية حاجتين والله العظيم بيعملوا فرق غير طبيعي. كثرة الاستغفار على الأقل 100 مرة بنية إن ربنا يفك الكرب. يعني أنا كانت حصلت لي حاجات كتيرة ومواقف كتيرة جدا، كثرة الاستغفار دي معجزات بتحصل. وتاني حاجة صورة الواقعة، صورة الواقعة والاستغفار في اليوم مرة نقراها بنية ان ربنا يزيح عننا الفرج، يعني يزيح عننا الهم ويزود لنا الفرج. جرب يا أستاذ مصطفى أرجوك. بس عايز اقول برج الجدي الشهر ده طبعا احسن، برج الجدي الشهرين اللي فاتوا يعني كان تعبان، وخاصة خاصة اكتوبر كان شهر كبيس بالنسبة له. بس برج الجدي عنده ماضي عقود الشهر ده، عنده بدايات جديدة، عنده سفر، عنده فلوس هتجيله من عملة خارجية. كمان بالنسبة له الشهر الجاي شهر يعني يعتبر عنده فرص جديدة او فرص سفر جديدة. حاجة بتيجي من برة او ليها علاقة بسفر. شهر واحد هتحس كده ان شاء الله بإذن الله، افتكر كده الكلام بتاعي، شهر واحد حاجه كنت بتستناها او خبر حلو كنت بتستناها يحصل لك ان شاء الله. فيعني ايه بس يا جماعه بجد كثره الاستغفار ده بيجيب فرج غير طبيعي. انا والله حصلت لي كارثه، انا بصراحه بابايا ربنا يكرمه هو اللي قال لي على الموضوع ده الاسبوع اللي فات يا نشوى، كان عندي مشكله كبيره جدا ويعني كارثه يعني بمعنى الكلمه وما لهاش حل. قعدت اقول لبابا، قال لي قولي استغفر الله العظيم في اليوم 1000 مره، على قد ما تقدري قولي استغفر الله العظيم بنيه ان المشكله دي تتحل. والله المشكله عارفه انت حصل لها كده اتس ريليز كده من غير كمان قران كريم، يعني في ايه كريمه بتقول ان الاستغفار بيخلي السماء يعني تبقى مدرار، كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم باموالا. ايوه ده وعد من ربنا والله العظيم. يا جماعه اتفرجوا على العظمه اللي بتحصل من الاستغفار. ربنا يجازيكي كل خير ويجازي والدك كل خير يعني يا رب يبقى في ميزان حسناتك. ميزان حسنات طبعا. طب معانا ام يقين من الاسكندريه. يا ام يقين الو السلام عليكم. عليكم السلام، وايه الاسم الجميل ده؟ حبيبتي تسلميلي والله يا رب. اسم جميل وجديد واسم حلو يقين. الله تسلميلي ربنا يبارك لك. هي بنوته ولا ولد؟ هو ولد. ولد اللهم صل على النبي. الله ربنا يحفظه لك. ربنا يخليك يا رب. يعني اسم يقين ده هتبص تلاقي الناس بقى هتسمي الفتره الجايه يقين كتير لا جدا. لا كمان بقى وتين. وتين؟ طب وتين يعني ايه؟ انا اسفه انا عارفه يقين شريان في القلب. شريان في القلب اسمه وتين. ربنا يبارك لك فيهم وفي القران برضه في القران الكريم حبيبتي. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويبارك في عمرك يا رب. ربنا يخليك. معاكي الاستاذه رشا. انا بس ربنا يخليكي. انا عايزه بس اسال عن جوزي واحد واحد اوكي وانا 25/6. انا بس عايزه اسال تمام. طيب انت سرطان وهو جدي. اولا البرجين دول سبحان الله بيحصل ما بينهم دايما كيمستري ما بين يعني انتوا المفروض متفقين مع بعض يعني. لا الحمد جدا لله. الحمد لله اللهم صل على النبي. لا برج الجدي شهر نوفمبر والسرطان عندهم شهر حلو جدا، بالعكس عندهم اخبار يعني انتوا الاثنين هتسمعوا خبر حلو، عندكم في فلوس كمان انتوا الاثنين جايه حلوه، في سفر يعني هتسافروا سفريه مع بعض ان شاء الله باذن الله قريب في خلال الشهرين الجايين. بس برج يعني انا بحب على فكره علاقه الجدي والسرطان، بحسها علاقه متزنه كده والاثنين بيعرفوا يفهموا بعض. الجدي ناري تقريبا. لا الجدي ترابي. ترابي والسرطان مائي. والسرطان مائي. بص التراب بيمشي اي برج ترابي هيمشي مع مائي. قالوا لي قبل كده ان التراب والميه بيعملوا طينه. الطينه هو دي اصل الحياه بالظبط. ده يعني التربه دي هي اصل النباتات واصل كل حاجه. عشان كده احنا بنتفق مع بعض. احنا انا عذراء وانت العذراء ترابي برضو. ايوه انا ترابيه ما اعرفش. انا مائيه مع بعض ما شاء الله. يا جماعه بس عايز اقول حاجه، انا مش باجي بجد مدينه الانتاج الاعلامي غير علشان استاذه نشوى مصطفى، عشان ربنا يلا انا بحبها قد ايه. ومن القلب للقلب وربنا يديلك الصحه والعافيه والستر والرزق ويحبب فيكي خلقه كمان وكمان، لانك يا رشا حقيقي الناس بتحبك. الحمد لله. وانت يعني جواكي في خير كده ونور طالع على وشك يا حبيبتي. الحمد ربنا يكرمك. معانا ام احمد من اسيوط. يا ست ام احمد ازيك؟ ايوه اهلا وسهلا. زي حضرتك. ازيك يا حبيبتي اتفضلي اهلا وسهلا. انا بس كنت عايزه اسال عن برج ابني. هو كل حظه في السفر قليل، كل ما يقدم في باب يتقفل له. انا هو 11/5. عايزه بس اسال عن حظه في السفر. حظه في السفر 11/5. 11/5 هو برج الثور. بصي هو شهر 11 بالنسبه لبرج الثور يعني ممكن يكون تقيل شويه، بس من اول يوم 22 اكتوبر هتحس ان الدنيا بدات تمشي. 22 11 نوفمبر. هو 22 كام؟
هو كام؟ هي معانا معانا يا شريهام؟ ايوه لا يا حبيبتي ايوه هي قالت 22 كام؟ هي قالت ايوه هي كانت قالت 22 فضلكم بيكتبوا بس قالت 11 5 لا 11 5 برج الثور اه يعني هو شهر 11 او نوفمبر بالنسبه لبرج الثور ده تحذير لمواليد برج الثور كلهم شهر 11 خليك لو بروفايل يعني بلاش تدخلوا في صراعات في مشاكل طب هي بتقول لك السفر حظوظ في السفر بتتسد ليه بقى ملوش نصيب لا هو بصي هقول لك على حاجه يعني هو هيبقى كويس قوي قوي من بعد هو بعد فتره شويه يعني بالنسبه لهم شهر 5 يعني من اول شهر 5 هتحس ان الدنيا بدات تنفرج معاه وشهر 3 كمان هيبقى كويس تمام قوي تمام. وشهر 1 بس يعني الذروه ان شاء الله في شهر 5 اه بس برضه عايزه اقول حاجه استعينوا بالصبر والصلاه ايوه لا حاجه تانية ان هو يسعى طبعا ويحاول كل حاجه بس يعمل يعني دايما يتخيل ان هو مسافر انا دايما بقول يا جماعه ولكم في الخيال حياه ان انت تقعد تتخيل الحاجه وتعيش ان انت خلاص انت مسافر كده كده يبقى عندك يقين او ايمان ان انت كده كده مسافر موضوع مساله وقت هتلاقي الموضوع بيجي لك ان شاء الله طاقه الجذب الخير يعني طب بمناسبه الايمان احنا معانا ايمان دلوقتي يا ايمان الو ايمان مش معانا ايمان كان معانا ايمان بس دلوقتي مش معانا خلينا بقى نقول مين الابراج اللي تحضر في شهر نوفمبر طيب اول حاجه برج الاسد طب معلش الاسد عشان ما نعطلش محمد وانا بصدق الاقي ابن من ولادنا عشان ما يقولش ايه ما يقولوش سبب عنصريه معانا محمد من هنا محمد عدلي 70 سنه يا استاذه نشوى يا اهلا مش ابننا بقى ده انت اخويا بقى اخويا الله يكرمك الله يكرم حضرتك يا استاذ محمد نجا حمادي بلد الالومنيوم وشركه السكر ابدع ناس اخواتنا في نجا حمادي واخواتنا في الجنوب كله وانت والست الضيفه الاستاذه رشا منور زي ما انت بتقولي اه وشا منور اهو اللهم صل على النبي طيب انا مواليد حضرتك 14/11/54 يعني برج العقرب ايوه العقرب بالظبط كده دلوقتي حب من فضل الله علينا ان انا يعني خدمت حوالي 38 سنه في التربيه والتعليم في شتى المناصب لكن ما اعرفش يا استاذه اصلي الحمد لله اصلي الاوقات جماعه الله اكبر ما شاء الله لكن السؤال اللي انا عايز اساله للضيفه الكريمه اني احيانا وساوس الموت والخوف والحوادث والقلق ولما يحصل وفاه مثلا ايه اللي هيحصل والعيال يعني دربكه في كلام ووساوس ما اعرفش هل الانسان اللي هو ماشي مع ربنا الشيطان بقى بيحاول يعني يلف حواليه او حاجه زي كده فانت بقى هتستوضحي لي الموضوع ده ربنا يرضيك كل يا ربنا يديك طول العمر يا رب ويبارك في عمرك ويخليك لاولادك ويبارك في صحتك ان شاء الله باذن الله بصي الوسواس القهري او الوساوس اول ما تجيلنا فكره سلبيه اول حاجه نستغفر ربنا لازم نستغفر ربنا وتفكر في حاجه انت بتحبها حاجه بتتمناها فكر في حاجه حلوه فكر ان انت بتحضر فرح ابنك مثلا لسه في ثانويه عامه او بتحتفل ببيبي لبنتك اللي لسه ما اتجوزتش وانت شايله وان انت بتحتفل فكر في حاجه طويله في المدى احفادك كمان ايوه طويله إن انت المدى. هتحضر فرح حفيدك باذن الله بالظبط واقعد اقول الحمد لله انا صحتي كويسه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولئن شكرتم لازيدنكم يعني كل ما بتقول الحمد لله وشكر تقول الحمد لله على نعمه الصحه الحمد لله على نعمه الاحفاد اقعد احمد واشكر ربنا على الحاجات اللي انت عايزها تحصل اوريدي كانها حصلت هتلاقي فيه كده فرج وهتلاقي يعني ربنا بيزيدك من حيث لا تحتسب بس موضوع الطاقه يا جماعه الافكار السلبيه دي ممكن تموت يعني ممكن شخص يبقى بصحته يقعد يفكر وفي حاجه بيقول لك انت تجذب ما انت عليه الان يعني انت مستقبلك هي الطاقه اللي انت حواليها دلوقتي وبعدين ليه تبقى طاقه وحشه ما بعد الشر ربنا يدي لك الصحه والعافيه والعمر لو بعد الشر جالك والعياذ بالله الوسواس هتستغفر ربنا وهتستعيذ بالله بس تقول طب ما انا هشوف سيدنا النبي ما انا ان شاء الله ربنا هيكرمني وهروح الجنه فالقرب من ربنا خير يا حبيبي وكلنا لها هو في حد هيفضل قاعد كلنا رايحين وتامل في الله خير وخلي عندك حسن ظن بالله وعند ربنا افضل من الارض احنا دنيا كلها تعب ومشقه وكبد ده الهنا كله عند سيدنا النبي ربنا يا رب يكرمك ويديك طول العمر مع الصحه والستر وتفرح باحفاد احفادك ولما يجي لك الخاطر ده يا سلام كده اه كده تخيل كده ان سيدنا النبي هيبقى في انتظارك كده يا سلام ربنا يدي لك الصحه والعافيه حبيبي وما تخافش من حاجه وصلي وتصدق والحبه اللي احنا عايشينهم نستمتع بيهم مع حبايبنا ووقت ما ربنا يأذن مفيش حد ليه في نفسه حاجه ومفيش حد هيستنى
كلنا ماشيين في الطابور، فربنا يديلك الصحة والعافية. معانا شريف من القاهرة، يا أستاذ شريف ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أستاذة نشفى كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيب يا أخويا، اتفضل. الله يكرمك. الله يرضيك. اتفضل. أنا كنت عاوز أسأل على ثلاث أبراج. اتفضل معاك الأستاذة رشا. اتفضل يا أستاذ شريف. ثلاثة خمسة؟ أيوة. أوكي تور. و 20 و 19 7 سرطان؟ سرطان و 26 8 العذراء. العذراء. سرطان وعذراء وتور. هما الثلاثة حلوين جدا، بس التور بس يعني شهر زي دايما دايما برج التور شهر 11 بيبقى شهر كبيس على مواليد برج التور. طول حياتك شهر 11 ده عدي يا ليلة، تعدي بقى، تكبر دماغك، ما تدخلش في مشاكل. العذراء الفترة دي عنده فرج وعنده فلوس حلوة جاياله وعنده عقد جديد وعنده سفر. العذراء حظه حلو جدا جدا، والسنة الجاية إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية العذراء والحوت هيبدأ يحصل لهم انفجارات، لأن خلاص زحل هيمشي من الحوت يا رب. يلا بقى شر بره يريح. امشي يا زحل، امشي يا زحل. وبرج السرطان كمان كان تعبان جدا، هيبقى عنده مصالحات، عنده خبر حلو هيسمعه، خبر كمان الناس اللي بتستنى حمل او ولاده من السرطان هيسمعوا خبر حلو خص مولود جديد او يحتفلوا بمولود جديد، عندهم احتفالات. فالسرطان والعذراء الاثنين شهرهم شهر نوفمبر حلو جدا. الله يبشرك بالخير يا وش الخير ويديلك الصحه والعافيه، وبشكرك ومتشرفه بوجودك، وبعتذر لكل الناس اللي على التليفونات. انا فقره رشا بتخرج، اعمل ايه طيب، خارج عن ارادتي. شكرا يا حبيبتي. ميرسي. انا مبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده، ويعني بجد ببسط وبحس بطاقه ايجابيه. الله يسعد عشان قلبي. يا جماعه نشوف الحقيقه، يعني انا قابلت مذيعين كتير، يعني فعلا حاجه حلوه ان انت تلاقي شخص حقيقي بره الشاشه زي جوه الشاشه، مش من اول ما الكاميرات بتشتغل تحس ان هو بيتحول. خيرك يا ربنا يكرمك. الله يزيدك من نعيم الله ويديك الصحه والعافيه، اهم حاجه يا رب العالمين. من الألم يخلق الأمل، ده شعار مؤسسة بهية اللي بتدعم كل ست مصرية للعلاج من مرض السرطان بالمجان. ومؤسسة بهية لسه مكملة في علاج ستات مصرية أكتر بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم دعمنا. ومن أبرز الأمثلة ونموذج مشرف يحتذى به في دعم مستشفى بهية هو السفير الدكتور فهد مبارك باقتيان، عضو الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة. خلونا نشارككم بعض اللحظات من زيارة السفير لمحاربات مؤسسة بهية من خلال التقرير اللي هنشوفه دلوقتي بإذن الله، وتعالوا لي بسرعة. وجودي اليوم هنا أكيد الأغرب حيسأل أنا ليش متواجد؟ متواجد عشان لكل أم وأخت وابنة نوصل رسالة للعالم. إلهامي الأول ودعمي الأول ووجودي هنا اليوم هي أمي الله يشفيها ويرفع عنها، بطلة السرطان. أنا هنا اليوم في مستشفى بهية هنقول لكم عن تجربة الناس، الحالات الإنسانية، هنسمع كل حاجة ونشوفها بإذن الله. هي نظام متكامل للتعامل مع أورام الثدي، بندي خطة علاج كاملة. خطة العلاج دي بتطلع من لجنة طبية، لجنة طبية فيها كل التخصصات المعنية بأورام الثدي. هي بتعتمد على الأويرنس أو التوعية في إن قد إيه الكشف المبكر أو بداية، لما بنعرف من البداية بيبقى مرض زي أي مرض عادي، بتخف وبترجع تكمل حياتها الطبيعية، وممكن كمان ما تبقاش تخش في كل مراحل العلاج. لما جيت المستشفى اكتشفت بعد كده إن أنا عندي كانسر بالصدفة، فوقفت كده استوقفت الدنيا شوية كده وقلت عشان ما لقيش نفسي دخلت السكة واحرج نفسي، فسألت في الممرضة اللي واقفين على الاستقبال، فبقول لها دلوقتي انت بتقولي روحي اعملي، انا هروح اعمل مفيش مشاكل، بس قولي لي علشان ابقى عاملة حسابي على المبلغ اللي انا هعمله، معايا ولا مش معايا، هتصرف. فقالت لي لا حضرتك انت من ساعة ما دخلتي المستشفى ومتصلة بالكول سنتر فانت داخلة كده معانا ما تدفعيش اي حاجة خالص. ياللي طول الوقت سندة، وقت ضعفي كنت جامدة، كل مرة احتجت ليكي كنت جا
جنبي وحاسه بيا انتي يا بهية بتجري جوا في دمي انتي انتي اول حد حس بامي انتي انتي بنتي انتي اختي انتي الام هذا البرنامج برعايه